مرحبا، معكم المعلمة عرين خميسة. أنا بعلم بمدرسة الثانوية بالجليل بالناصرة. اليوم رح نتعلم من أحد مواضيع المي، اللي طبعا هو من المواضيع المطلوبة بالبقروت بموضوع علوم البيئة. الموضوع اللي رح نتعلم عنه اليوم هي رح نحكي عن بحيرة طبرية وعن العمليات البيولوجية التي تحدث في بحيرة طبرية. فموضوعنا الأساسي هو العمليات البيولوجية اللي بتصير في بحيرة طبرية. طبعا احنا كلنا بنعرف في بحيرة طبرية هي بحيرة المياه العذبة الوحيدة الموجودة في إسرائيل. طبعا هي بحيرة سطحية موجودة على سطح الأرض. احنا عندنا مصدرين مي، عندنا بحيرة طبرية هي مصدر مياه عذبة والمياه الجوفية اللي موجودة في باطن الأرض. طبعا هي لها موقع مهم بالنسبة للسكان، هي موجودة بالشمال. بحيرة طبرية بتزودنا بالمياه العذبة اللي احنا طبعا بحاجة لها عشان نقدر نعيش. رح نحضر فيلم هنا اللي فيه رح يحكي عن أهمية بحيرة طبرية. بعد الفيلم بنلخص اللي سمعناه بالفيلم بشكل موسع. طبعا الاشياء اللي احنا بنلخصها بالفيلم ايش هي اهميه بحيره طبريه. طبعا زي ما حكيت قبل هي مصدر لتزويد مياه الشرب لانه هي مياه عذبه. طبعا شفنا في صيادين، فهي عمليا مصدر رزق للصيادين. هي موقع سياحي واستجمامي وترفيهي، وكلياتنا طبعا قسم كبير منا راعى بحيره طبريه للاستجمام. وطبعا هي مصدر اساسي للثروه السمكيه في اسرائيل. وهون بنشوف صوره لبحيره طبريه. طبعا بحيره طبريه فيها نظام بيئي متنوع اللي فيه بتعيش انواع مختلفه من الكائنات الحيه المائيه. طبعا عشان نعرف شو يعني نظام بيئي بدنا نحضر هذا الفيلم اللي فيه نراجع مع بعض شوي شو يعني نظام بيئي. ما هو النظام البيئي؟ هو مساحة طبيعية تحتوي على كائنات حية وأشياء غير حية تتفاعل مع بعضها البعض. لاحظ أن النظام البيئي قد يكون صغيراً مثل بركة ماء، أو يكون كبيراً مثل الغابة، صحراء أو محيط. يتكون أي نظام بيئي من مكونات حية، نباتات وحيوانات ومكونات غير حية، هواء، ماء، تربة. لاحظ أن الكرة الأرضية يمكن اعتبارها نظاما بيئيا موحدا. تظل البيئة في حالة اتزان إذا لم تحدث ظروف تؤدي إلى خلل في هذا الاتزان. هذه الظروف قد تكون طبيعية أو بسبب تدخل الإنسان. أولاً، ظروف طبيعية. أدى التغير في الظروف الطبيعية إلى اختفاء بعض الكائنات وظهور كائنات أخرى بسبب الاختلال الذي حدث للاتزان البيئي، وهذا يتطلب وقتاً لإعادة الاتزان مرة أخرى. الدليل على هذا اختفاء الزواحف الضخمة الديناصورات. ثانيا، أنشطة الإنسان. يقوم الإنسان ببعض الأنشطة التي تؤدي إلى خلل في النظام البيئي، مثل قطع الأشجار، حرق الغابات، تلوث البيئة، تجريف التربة. فعشان هيك طبعا المنظومة البيئية هي ممكن تكون مستقرة اللي فيها طبعا فيها اتزان في المنظومة، اللي طبعا إذا حدث أي تغيير التغيير مفروض يضل بشكل طبعا بمعدل ممكن يتغير، ولكن اختفاء نوع واحد أو ظهور نوع جديد طبعا هذا بيؤدي لخلل في الاتزان البيئي. فمفروض مرات بصير في تغيرات ولكن بتم رجوعها، ولكن إذا اختفى أي نوع من الأنواع الموجودة في النظام البيئي معناته إحنا أحدثنا خلل في هذا النظام.
طبعا البيئة الحياتية اللي بتحافظ على استقرارها من نوع، طبعا من ناحية تنوع الأنواع بالنسبة لنا هن العشائر، في عنا أنواع مختلفة، في تركيبات مختلفة لإلها، وفي علاقات متبادلة بين هدول الكائنات الحية. طبعا إذا تواجدت في عنا اتزان بيئي بيناتهن، طبعا بصير في عنا توازن. أي تغيير بهدول الكائنات عمليا بصير في عنا خلال بالاتزان البيئي، ورح نشرح لقدام أهمية كل كائن الموجود في النظام البيئي. طبعا احنا بيناتهم في عنا تواصل وانتقال مواد وطاقة اللي رح نحكي عنه خلال الدرس. طبعا الكائنات الحية في البيئة، احنا عنا أنواع الكائنات الحية طبعا بنصنفها. في عنا النباتات، والنباتات طبعا هي منتجات، هي بتقوم بعملية التركيب الضوئي، هي بتستغل الماء والمعادن الموجودة بالتربة وبتنتج لنا الغذاء اللي هو سكر الجلوكوز والأكسجين. طبعا وهي كمان بتكبر وبتنمو، وعملية التركيب الضوئي هي مهمة لإلها عشان تقدر تستمر، لأنه هي ذاتيات التغذية لا تعتمد على أي كائن للحصول على غذاء. طبعا في بعض الكائنات الحية اللي هي حيوانات اللي بتستغل النباتات اللي احنا بنسميهن أكلة نباتات، وعنا طبعا في اكل حيوان اللي كمان حيوانات تاكل حيوانات تانية. طبعا النباتات والحيوانات كلياتها بتموت، وعمليا بما انه اجسامها مكونه من مواد عضويه، هاي المركبات تحلل من قبل المحللات لترد كمان مره ترجع على التربه وتستغلها الكائنات الحيه من جديد. طبعا بحيره طبريه ككل طبعا نظام بيئي فيها عندها شبكه غذائيه، ورح نحضر إسا فيلم بالنسبة للشبكة الغذائية، وبعدين نشرح عن الشبكة الغذائية اللي بتميز بحيرة طبرية. ما الشبكة الغذائية؟ تعد سلاسل الغذاء نموذجاً جيداً لتمثيل كيفية انتقال الطاقة على شكل غذاء، ولكن هذا النموذج يبين مساراً واحداً لنقل الطاقة، ومعظم الأنظمة البيئية لها سلاسل غذاء متداخلة، وينتج عن تداخل السلاسل الغذائية معاً الشبكة الغذائية، ويتوضح ترابط سلاسل الغذاء في النظام البيئي، وتوضح أيضاً تصنيف المخلوقات الحية بحسب العلاقات الغذائية بينها. توضح شبكات الغذاء العلاقة بين المفترس والفريسة. المفترس هو آكل اللحوم الذي يصطاد ليحصل على طعامه، أما المخلوق الحي الذي تم اصطياده فهو الفريسة. في معظم الشبكات الغذائية تكون المخلوقات الحية مفترسة لمخلوقات معينة وفريسة لمخلوقات أخرى، كما يوضح المخطط في هذه الصفحة. التنافس: قد يأخذ المخلوق الحي في الشبكة الغذائية موقعاً في أكثر من سلسلة غذائية، وفي هذه الحالة يحدث التنافس، وهو صراع بين المخلوقات الحية على الطعام والماء وجميع احتياجاتها الأخرى. انظر إلى الشبكة الغذائية على اليابسة، هناك آكلات أعشاب مختلفة، منها الغزال والطيور الصغيرة والفأر والأرنب والبقرة. ماذا يحدث إذا تغذت هذه المخلوقات الحية جميعها على النبات نفسه؟ سوف تتنافس جميعها على الغذاء، وقد يستفيد أحدها بينما يموت الآخر، إلا إذا وجد مصدراً آخر للطاقة. والتنافس ليس مقصوراً على الحيوانات فقط، بل تتنافس النباتات الصغيرة والأزهار مع الأشجار الطويلة في الغابة للحصول على أشعة الشمس والمواد المغذية. وقد يكون التنافس بين أفراد المجموعة الواحدة، فقد نشاهد تنافس مجموعة من العصافير في حديقة ما على ثمار بعض النباتات وبذورها. ومع كل هذا التنافس، فإن جميع المخلوقات الحية تعد جزءاً من شبكة غذائية ضخمة. ما هرم الطاقة؟ يوضح هرم الطاقة كمية الطاقة في كل مستوى من شبكة الغذاء، فالمنتجات تكون دائماً في قاعدة الهرم، تحرق الخلايا النباتية بعض الطعام الذي تصنعه، وتخزن الباقي في سيقانها وأوراقها وجذورها. المستوى الثاني في الهرم يوضح المستهلكات، حيث تستهلك كميات كبيرة لتبقى على قيد الحياة، وذلك لأن 10% من طاقة النبات تنتقل إلى آكلات الأعشاب. أين تذهب بقية الطاقة؟
بعض الطاقة تفقد على شكل حرارة، وذلك عندما تهضم الحيوانات الأنسجة النباتية، وبعض أنسجة النبات لا يمكن هضمه، لذا يتم التخلص منه على شكل فضلات. وتمثل القوارض أكلات النبات واللحوم المستويات الأخرى من الهرم الغذائي، ففي كل مستوى تفقد المستهلكات حوالي 90% من الطاقة المتبقية، لذا تحصل المخلوقات الحية في قمة الهرم على أقل كمية من الطاقة المستمدة من الشمس. طبعاً كيف شفنا بالفيلم، إحنا حكينا قبل إنه بحيرة طبرية في شبكة غذائية، الشبكة الغذائية طبعاً بميزها وجود سلاسل، وإحنا عنا بشكل عام سلسلة واحدة، والشبكة الغذائية عبارة عن مجموعة سلاسل مع بعض، واللي بميز الشبكة إنه للكائن الحي في له أكثر من موقع بالسلسلة الغذائية، عشان هيك ممكن يكون في أكثر من سلسلة. خلينا نشوف بالنسبة لنا هنا بالنسبة للسلسلة، كيف أنتم شايفين في عنا سلسلة بالنسبة لطحالب صغيرة تتغذى عليها العوالق الحيوانية، والعوالق الحيوانية بتتغذى عليها الأسماك. كمان بالنسبة لنا في طحالب البريدينيوم، طحالب البريدينيوم بتغذى عليها نوعين من الأسماك وأسماك المشط. وفي عنا كمان الطحالب الصغيرة اللي هي نانو بلانكتون، كمان بنشوف انه بتغذى عليها الأسماك. ففي عنا الأسماك بنشوف هنا محلين بالسلسلة هاي، مرة بيكون مستهلك أول، مرة مستهلك تاني. في عنا كمان بالنسبة للبكتيريا، البكتيريا بتتغذى عليها كائنات حية بدائية، والكائنات الحية البدائية بتتغذى عليها العوالق الحيوانية. طبعا كل هاي الكائنات عمليا هي بتعطينا مواد عضويه من افرازاتها، حتى كمان كائنات ميته هي كمان جسمها مبني من مواد عضويه اللي كلها تستغل من قبل المحللات اللي موجوده في المي بتحللها لمركبات غير عضويه. فاحنا حسب الصوره هاي بنشوف قديش في عنا عده سلاسل مترابطات مع بعض اللي هن عمليا بكونوا لنا شبكه غذائيه، وهذا طبعا اللي بيميز بالطبيعة. الطبيعة فيش اشي اسمه سلسلة غذائية واحدة، كيف انتم شايفين في عنا عدة سلاسل، وعدة السلاسل هاي بتكون مع بعض شبكة غذائية. طبعا عشان نبدأ نحكي عن العمليات البيولوجية اللي بتحدث في بحيرة طبرية، لازم نحكي عن الكائنات الحية اللي موجودة في بحيرة طبرية. في البداية رح نحكي عن العوالق. العوالق طبعا هي كائنات دقيقة اللي بتطفو بتعوم على الماء، هي طبعا بتنتقل في مجرى الماء. العوالق في عنا نوعين، عوالق نباتية كيف انتم شايفين، وعوالق الحيوانية. طبعا العوالق النباتية اللي بميزها انه هي منتجات بتقوم بعملية التركيب الضوئي، والعوالق الحيوانية هي مستهلكات. فاحنا في عنا نوعين، اللي واحد بتبع للنباتات والثاني للحيوانات. النوع الثاني اللي رح نحكي عنه هن النكتون. النكتون طبعا هن كل الكائنات اللي إلها قدرة على السباحة وبتتحرك بشكل مستقر بالماء. عنا حبار، عنا الأسماك، طبعا هدول هاي الفئة اللي بتتبع للكائنات اللي تستطيع أن تسبح في الماء بدون أي مشكلة. الفئة الثالثة رح نحكي عنها هي مجموعة من الكائنات الحية اللي موجود في قاع البحر، قاع البحيرة. طبعا هي لا تسبح في الماء، في طبعا الموجوده في الماء اللي طبعا في المياه الضحله حتى 5 امتار، والثانيه موجوده بالاعماق من 5 امتار. بدنا نبدا نشرح عن العوالق النباتيه. طبعا العوالق النباتيه هي كائنات عائمه لها القدره انها تقوم بعمليه التركيب الضوئي، عشان هيك احنا بنسميها بالمنتجات، هي ذاتيه التغذيه، تقوم بإنتاج غذائها بنفسها، تستغل ثاني أكسيد الكربون والماء بوجود الضوء عشان تنتج غذائها. طبعا مثل الطحالب، هي الطحالب الأساسية الموجودة عندنا بالبحيرة هي البريدينيوم، وهي عبارة عن طحالب وحيدة الخلية، لونه بين الأحمر والبني، بتكاثر بشكل كبير بفصل الربيع، طبعا بعد وصول المواد معينة للتربة مثل الأملاح، ومن التربة للبحيرة. وطبعا هاي كلها بتساهم في زيادة كمية وازدهار طحالب البريدينيوم بفصل الربيع. العوالق النباتية طبعا النباتات هي أساس النظام البيئي في كل بيت تنمية. نعرف انه أساس، طبعا بدون النباتات فيش عنا حياة.
النباتات تستطيع القيام بعملية التركيب الضوئي كيف احنا شايفين هون. شرط أساسي هو وجود الضوء. النبتة طبعا تستغل الضوء مع CO2 طبعا والماء، وبتنتج لنا الأكسجين والمواد الغذائية. كيف انتو شايفين هنا عنا العملية بدخل فيها CO2 والماء، وجود الضوء، الضوء عامل أساسي عشان العملية تتم، وبنتج عنا الأكسجين O2 وسكر الجلوكوز اللي هو يعد غذاء لإلها. وطبعا الكائنات اللي بتتغذى عليها هي بتستغل السكر كمان ومواد تانية اللي بتستطيع النبتة إنها تنتجهن. فهذا بميز العوالق النباتية، القدرة على عملية التركيب الضوئي وإنتاج الغذاء. في هنا فيلم عن عملية التركيب الضوئي اللي بلخص عن العملية. تشوفوا انه المعادله ثاني اكسيد الكربون ومي، وبوجود الضوء وشرط اساسي يكون في عندنا طبعا الكلوروفيل، وبنتج عندنا الجلوكوز والاكسجين. هيك احنا بنكون انهينا القسم الاول، وعشان نكمل القسم الثاني. يعطيكم العافيه.
طبعا احنا انهينا القسم الاول بفيلم عن عمليه التركيب الضوئي، نرجع نتذكر شو هن العوامل المهمات لعمليه التركيب الضوئي. احنا بنعرف انه الضوء هو شرط اساسي لانه هو مصدر الطاقه، CO2 لانه هي بتستوعب CO2 عشان تقدر تقوم بعمليه التركيب الضوئي مع الماء حتى تستطيع انها تنتج السكر. طبعا درجه الحراره كمان بتتعلق لوتيره عمليه التركيب الضوئي لانه الانزيمات طبعا بناسبهن درجه حراره معينه لفعاليتهن، وكميه المي كمان بتحدد عمليه التركيب الضوئي لانه احد عوامل العمليه، وشفنا بالمعادله انه المي بدخل من اللي طبعا المواد اللي تستوعب للنبته وحتى يتم انتاج سكر الجلوكوز والاكسجين. حكينا لحد إسا عن المنتجات، نحكي إسا على المستهلكات الأولية. المستهلك الأولية طبعا هي عوالق حيوانية اللي بتتغذى على الطحالب وطبعا مثل السرطانات، وهي طبعا هي بتكون عائمة على وجه الماء اللي بتتغذى على الطحالب. في عنا الأسماك اللي طبعا بالأخص مش المشط والسردين، هن يعدوا مستهلكات تنوية لأنه هن بتغذوا على المستهلكات الأولية اللي هي العوالق الحيوانية، وعشان هيك إحنا حسب السلسلة الغذائية هن يعدوا مستهلك ثانوي. في عنا المستهلكات العلوية اللي هي بتتغذى على المستهلكات الثانوية. طبعا إحنا نعرف إنه الإنسان هو بيقوم باصطياد الأسماك للحصول على الغذاء، والطيور المائية الموجودة كمان بتتغذى على الأسماك وهيك هي بتحصل على غذائها، وهي تعد مستهلكات أولية تتغذى على المستهلكات الثانوية. طبعا بالسلاسل الغذائية في البيئة المائية الكائنات بتحصل على الطاقة من الكائنات الموجودة في الماء، لأنه طبعا بالمنظومة البيئية أو بالبيئة المائية الكائنات تعيش بالماء ولا تستطيع انها تطلع من الماء لانه بصير عندها جفاف، فبيئتها الحياتية هي فقط بداخل الماء. الكائنات الحية طبعا ممكن تحصل على الطاقة من مصادر خارجية بتم جرفها الى الماء، وطبعا الكائنات الميتة بتتحلل لانه هي مكونة من مواد عضوية ولا تتراكم بالماء بمساعدة المحللات، مفروض تتحلل عشان نقدر نستغلها طبعا من قبل المنتجات مرة اخرى. ننطلع بالنسبة للسلاسل الغذائية في البيئة المائية، كيف احنا شفنا عنا المنتجات تقوم بإنتاج غذائها بنفسها، تتغذى عليها المستهلكات الأولية، المستهلكات الأولية تتغذى عليها مستهلكات ثانوية، والمستهلكات الثانوية تتغذى عليها المستهلكات العلوية. الأرقام الموجودة هنا في الأسهم واحد، هي بعبروا عن مستوى التغذية اللي احنا موجودين فيه، مستوى تغذية أول، ثاني، ثالث، رابع. وجميع الكائنات الحية طبعا هاي بتقوم بإفراز إفرازات، والكائنات الميتة تحلل من قبل المحللات من مواد عضوية إلى مواد غير عضوية، عشان كمان مرة المواد الغير عضوية تستغلها المنتجات بعملية التركيب الضوئي وبعمليات تانية عشان تقدر تنتج غذائها وتنتج مواد تانية مثل البروتينات. أول سلسلة رح نحكي عنها طبعا تمتاز، في عنا عدة سلاسل في بحيرة طبريا كيف شفنا بالشبكة الغذائية قبل، هي سلسلة غذائية من طحلب البريدينيوم. نحكي عن الطحلب البريدينيوم، هو قطره من 8 إلى 40 ميكرون. الكائن اللي بتغذى عليه طبعا أهم كائن بوكله هو سمك الماشط. طبعا هذا الطحلب موجود بشهر أذار أيار، يعني من أذار لأيار، وهو بتواجد طبعا غاد بكميات كبيرة، بصير في عنا ازدهار طبعا هذا بفصل الربيع، فطحلب البريدينيوم بيمتاز انه بزيد كميته بفصل الربيع. وكل ما كان طبعا هو بتأثر اذا بيهتمش بالنسبة لتركيز الفوسفور والنيتروجين، بالعكس اذا تركيز منخفض افضل لإله وبزيد بشكل كبير، فهو لا يحتاج الى الفوسفور والنيتروجين. وجود الفوسفور والنيتروجين بيأثر عليه سلبي، زيادتهن بيؤدي لتكاثر طحلب تاني اللي هو النانو بلانكتون، فعمليا افضل انه ما يكونش في عنا نسبة عالية من الفوسفور والنيتروجين داخل بحيرة طبرية عشان نعطي مجال لطحلب البريدينيوم يتكاثر بفصل الربيع عشان يضل في عنا توازن في النظام البيئي. طبعا الفوسفور
يجلب للبحيرة عن طريق طبعا مياه المجاري، لأنه المياه المجاري البيتية بتمتاز بالنسبة لمواد الصابونة كمية كبيرة من الفوسفور والنيتروجين من المركبات النيتروجينية اللي ممكن تصل أو عن طريق طبعا مياه المجاري، السماد، الجرف طبعا بيأثر كمان على بحيرة طبرية. سلسلة غذائية البريدانيوم زي ما حكينا عندنا طحلب البريدانيوم ممتاز انه بتغذى عليه كمنتج، بتغذى عليه سمك المشط كمستهلك اول، وسمك المشط طبعا بيصطاده الانسان وبتغذى عليه كمستهلك ثاني. فبنشوف بالمستويات عندنا مستوى الغذائي الاول المنتجات هو الطحلب، مستهلك المستوى الثاني هو المستهلك الاول سمك المشط، والمستوى الثالث هو الانسان. وطبعا هدول الكائنات لما الافرازات اللي تفرز بيتم تحليلها من قبل المحللات، والكائنات الميتة كمان لانه هي تبنى من مواد عضوية تحلل من قبل المحللات. طبعا بالنسبة لسلسلة البريدانيوم احنا حكينا هي بتزدهر بشهر اذار وايار بفصل الربيع، اذار نيسان ايار. شو اللي بيصير؟ عنا طحالب البريدانيوم كمستوى اول بتغذى عليها من الاسماك وبالاخص حكينا سمك المشط. فبنشوف بالمستوى الثاني الاسماك اللي هي كمستهلك اول، فقديش ممكن تتغذى على من نسبه 10 ل 50% من كميه الطحلب هي ممكن تتغذى عليها. بضل في عندنا 10% بنقل، طبعا احنا بنعرف انه بيتم ضخ مياه من بحيره طبريه لمشروع المياه القطره، ومع الماء بنتقل طحلب البريدانيوم بنسبة 10%. طبعا قسم منه برسب في القاع وهو بشكل غذاء للمحللات. طبعا طحلب البريدانيوم بعد ما يموت بضلش عندنا طبعا ككائن ميت، برسب للأعماق وكمواد عضوية تحلل من قبل المحللات. طبعا موت الطحلب بنتج حوالي 50,000 طن من الكربون في البحيرة. فهيك شفنا كيف عمليا تقسيم نسبة لطحلب البريدانيوم كيف بتقسم داخل بحيرة طبرية بالنسبة لكميته. طبعا شو اللي بيصير عندنا بالنسبة لطحلب البريدانيوم؟ بنشوف انه موت الطحلب زي ما حكينا هو بنتج 50,000 طن من الكربون. بالنسبة لنا لما بيموت هو كمواد عضوية طبعا بصير في عنا تحليل لإله، وبنتج عنا المركبات النيتروجينية ومركبات الفوسفور اللي هذا يعد طبعا إثراء غذائي. طبعا الكائنات الحية عشان تقدر تحلل المواد العضوية بتستغل الأكسجين، لأنه عمليا في عنا هون أكسدة هوائية بوجود الأكسجين للمواد العضوية. نتيجة لتحليل المركبات العضوية بوجود الأكسجين بصير في عنا انخفاض في تركيز الأكسجين اللي عمليا استغلته المحللات بعملية التحليل الهوائية. ونتيجة لنقص الأكسجين الكائنات الموجودة في الماء بدها كمان تموت، لأنه عمليا هي بحاجة للأكسجين لعملية تنفسها، ونقص الأكسجين بيؤدي لموت الكائنات. وبتبلش عنا المحللات تحلل هاي الكائنات الميتة، وطبعا هنا بصير في عنا تحليل لهوائي بدون الأكسجين نتيجة انه صار في عنا تحليل لهوائي للمركبات العضوية الموجودة داخل أجسام الكائنات الميتة، وانتج عنا غازات سامة وروائح كريهة. عمليا هذا بيأثر سلبي على البحيرة. طبعا شو بصير، ايش هي اسباب خلل انه صار في عنا خلل؟ زي ما حكينا في عنا سلسلة غذائية مفروض نحافظ على توازن في هاي السلسلة. صيد الاسماك اللي بغير مراقب، طبعا احنا بنعرف انه الطحالب البريدانيوم بتغذى عليها بالاساس سمك المشط وهو يعد غذاء للانسان، فالانسان بيصطاده كثروه سمكيه. فعمليا نقص الاسماك اسماك المشط بيأثر سلبي على طحالب على السلسله، لانه بيزيد من كميه طحالب البريدانيوم لانه فيش شيء يتغذى عليه، كميه اللي بتغذى عليه المستهلك الاول بقل، فعشان هيك بصير في عنا خلل في السلسلة الغذائية. زي ما حكيت قبل انه طحلب البريدانيوم عشان يتواجد وبحاجة لتركيز منخفض من الفوسفور والنيتروجين، فعشان هيك اذا صار في عنا ارتفاع في تركيز الفوسفور داخل الماء هذا بيزيد من طحلب النانو بلانكتون وبقلل من كمية طحلب البريدانيوم. طبعا نقص الاكسجين المذاب في الماء بسبب عدم اختفاء ظاهرة الطبقية
نعرف انه في عنا رح نحكي عنها كمان شوي، في ظاهرة طبقية تحدث في بحيرة طبرية في فصل الصيف لتختفي في فصل الشتاء. عدم اختفاء هاي الظاهرة بيأثر سلبي لأن المواد العضوية لا تحلل، وهيك عنا عمليا بنقص المواد الأساسية اللي بحاجة لها الطحلب عشان يقدر يتكاثر، فعشان هيك بيؤدي بشكل سلبي وبصير في عنا خلال في السلسلة بسبب انخفاض كمية طحلب البريدينيوم داخل بحيرة طبرية. السلسلة الثانية اللي راح نحكي عنها هو الطحلب الصغير اللي حكينا عنه قبل كمان اللي هو نانو بلانكتون. طبعا هذا الطحلب هو صغير قطره من 2 ل 20 ميكرون، العوالق الحيوانية بتتغذى عليه بالأخص السرطانات البدائية، وطبعا أسماك اللي بتتغذى على العوالق الحيوانية اللي بتشكل أغلب أنواع الأسماك اللي مصدر غذائها الوحيد ممكن يكون هاي العوالق الحيوانية العائمة خلال فترة وفصل الصيف والخريف. طبعا شو اللي يميز هاي السلسلة؟ السلسلة طبعا بنشوف انه عندنا طحلب نانو بلانكتون، هذا الطحلب بتغذى عليه العوالق الحيوانية، العوالق الحيوانية بتتغذى عليها الأسماك، والأسماك بتغذى عليها الإنسان. كمستوى تغذية عندنا مستوى أول اللي هو الطحلب، مستوى ثاني مستهلك أول هي العوالق الحيوانية، المستوى الثالث عندنا المستهلك الثالث هو الأسماك، والرابع هو الإنسان. وزي ما حكينا قبل الكائنات الحية بتقوم بإفراز إفرازات اللي تحلل من قبل المحللات لأنها فيها مواد عضوية إلى مواد غير عضوية. ما ننسى كمان أجسام الكائنات الحية هاي لما بتموت طبعا هي مركبة من مواد عضوية، ومن هون أجت التسمية لأنها تدخل في تركيب الأعضاء وعمليا تحلل من قبل المحللات كأجسام ميتة للمواد العضوية. طبعا في عنا خلل في ارتفاع طحلب النانو بلانكتون، بنشوف في عنا انسداد مصافي الماء، احنا نعرف انه في عنا مصافي بسبب زيادة بكمية الطحلب النانو بلانكتون لانه صغير حجما وبيؤدي لانسداد مصافي الماء. وكمان بالنسبة لطحلب النانو بلانكتون هو وسط مناسب لنمو البكتيريا مسببة الامراض. بالنسبة لنا هاي البكتيريا الطحلب هو غذاء لها، فعمليا وجود الطحلب بيساعد على نمو البكتيريا لأنه هو مناسب لإلها. السلسلة الغذائية البكتيرية بنشوف إنه بتنشط هاي السلسلة مع ازدهار طحالب البريدينيوم، لأنه عمليا لما الكائنات الحية زي ما شفنا قبل هي الإفرازات وموت كائنات، طبعا خلال هاي الأشهر هي بتقوم في تحليل المركبات العضوية اللي أو بالإفرازات أو بالأجسام الميتة، وعمليا هي بتصير تنمو بكميات كبيرة هاي البكتيريا كمحللات. حكينا بالنسبة لظاهرة الطبقية الموجودة في بحيرة طبرية اللي هي كمان بتميز من العمليات البيولوجية داخل بحيرة طبرية. طبعا خلال فصل الصيف بنشوف انه عندنا هاي موجودة فقط بفصل الصيف، ليه؟ لانه بفصل الشتاء بصير في عنا اختلاط بين جميع الطبقات وبصيرش عنا تكون طبقات زي ما احنا شايفين هنا، ودرجة الحرارة بتتوزع وبتصير تقريبا 15. فبشكل طبيعي بالوضع الطبيعي بحيرة طبرية الطبقات الحرارية هاي فقط موجودة في فصل الصيف وفي الشتاء مش موجودة. بنشوف انه في عنا ثلاث طبقات موجودات في بحيرة طبرية بفصل الصيف، رح نحكي عنها واحدة واحدة. طبعا الطبقة الأولى بنشوفها الإبليمنيوم، هاي الطبقة طبعا درجة الحرارة بتكون فيها من 24 ل 30 سلسيوس، اللي بعطي طبعا الحم هي الشمس، وعمليا بتصير في عنا هون ارتفاع في درجة حرارة الطبقة الأولى. في الطبقة الثانية اللي هي تيرمو كلينا، هاي الطبقة بميزها انه درجة الحرارة فيها بتتغير بشكل كبير. والطبقة الثالثة الهيبليميوم اللي درجة الحرارة بتتراوح من 14 ل 16 سلسيوس، بنشوف انه درجة الحرارة واطية بالطبقة الثالثة. وطبعا عندنا علاقة بين ذائبية الأكسجين ودرجة حرارة الماء، عشان هيك بالصيف بنشوف بسبب ارتفاع درجة الحرارة بهاي الطبقة، طبعا العمليات البيولوجية بتكون أغلبها بالطبقة الأولى بسبب درجة حرارة مناسبة، وكل ما بتعلى درجة الحرارة عندنا مشكلة بالنسبة لذائبية الأكسجين،
فعشان هيك اذا بنروح بالصيف بنشوف انه اغلب الاسماك بتتواجد بالطبقه العليا، حتى انها بتصير تطلع وجه المي عشان تاخذ المي المذاب فيه الاكسجين بكميات كبيره، لانه في علاقه عكسيه، ارتفاع درجه الحراره بيؤدي لانخفاض كميه الاكسجين الدائب في الماء. الطبقة الثانية طبعا حكينا طبقة علوية تكون درجة الحرارة فيها دافية مناسبة فيها أكسجين، ومعظم الحياة البيولوجية تحدث في الطبقة الأولى، يعني الكائنات الحية أغلبها بتتواجد داخل هاي الطبقة. ما ننسى أن الطحالب تحتاج الضوء، فعشان هيك كمان حتى تقوم بعملية التركيب الضوئي مهم تكون في طبقة اللي بتصلها أشعة الشمس ودرجة حرارة مناسبة للعمليات البيولوجية لها. الطبقة الثانية طبعا حكينا بالنسبة لنا هي الطبقة الوسطى بين الطبقة الأولى والثالثة. هاي الطبقة بميزها إنه في تغيير لدرجة حرارة الماء بشكل سريع، مش عنا درجة حرارة ثابتة بهاي الطبقة، فبتتغير وبتتقلب بشكل سريع. الطبقة الثالثة طبعا هي الطبقة السفلية اللي موجودة في بحيرة طبرية في فصل الصيف. زي ما حكينا هي بتكون باردة، درجة حرارة فيها تقريبا 16 مئوية، طبعا بسبب انه هي موجودة بالاعماق كمية الاكسجين بتكون قليلة، فهي فقيرة بالاكسجين فيها، بتكون بميزها كمان انها غنية بالامونيا وبمركبات الفوسفات والكبريت. طبعا هاي المواد نتجت نتيجة لتحليل المواد العضوية اللي تترسبت لداخل طبعا هاي الطبقة واتحللت ونتجت عنا هاي المواد. طبعا هاي الطبقات هي بتميز زي ما حكيت انه بس فقط بفصل الصيف بحيرة طبرية بتمتاز انه وجود هاي الطبقات. في الشتاء مفروض يصير في عنا خلط لهاي الطبقات عن طريق طبعا لانه في عنا هواء، وبصير انه في عنا دمج بين الثلاث طبقات، وفي الشتاء ما بيكون عنا طبقة واحدة، ولكن بسبب طبعا احنا اليوم بنعرف انه في تغيرات بالطقس، فبنشوف انه بطلت هاي الطبقه حتى تختفي بالصيف وبالشتاء نتيجه طبعا لتغييرات في المناخ، وبطل في عنا فصل الشتاء بتمتع بالشروط اللي كانت موجوده قبل، اللي هذا اثر بشكل سلبي اللي ادى طبعا انه مرات لا تختفي هاي الطبقات في فصل الشتاء، اللي بيأثر سلبي على الكائنات الحية، لأنه مفروض يصير في عنا تغيير بفصل الشتاء ويتم دمج هاي الطبقات، حتى طبعا لأنه مهم جدا يصل الأكسجين لطبقة الأعماق نتيجة لاختلاط هاي الطبقات، حتى تستطيع المحللات أنها تحلل المواد العضوية الموجودة فيها. إحنا حكينا أنه الطحلب البريدانيوم قسم منه بترسب لداخل الأعماق لهاي الطبقات للطبقة الأخيرة عشان نساعد في تحليل المركبات العضوية اللي بتبني البريدانيوم، احنا بحاجة للأكسجين، وحتى يتم عملية التحليل المركبات اللي تحللت مفروض انها تنتقل الى الطبقة الاولى. كيف شايفين عندنا هون امونيا الفوسفات الكبريت، مفروض كمان هاي المواد تنتقل للطبقة الاولى نتيجة لدمج الطبقات، ويصير في عنا اختلاط للمواد حتى نحافظ على التوازن في السلاسل الغذائية الموجودة في بحيرة طبرية خلال فصول السنة. بتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الدرس. يعطيكم العافية وشكرا كتير لكم.